بعد دعوتها عبر تويتر إلى اغتيال كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء مانويل فانس، أعلنت النيابة في منطقة بيتون شمال فرنسا الحكم بالسجن 5 أشهر على غريغوري باسكي بعد أن دعا إلى حمل السلاح والتوجه إلى مجمع في باريس حيث كان ينظم حفل تكريمي لرئيس الوزراء السابق ميشيل روكار. إلا أن المتهم أكد أن الأمر لا يتعلق بالقتل بل كان يعني وضع حد للحياة السياسية لكل من أولاند وفالز. وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس مايزير أن الشرطة قد تضطر إلى تفتيش هواتف طالبي اللجوء بغرض الدخول على حساباتهم في مواقع التواصل ومعرفة ما إذا كانت تحوي منشورات ومشاركات مريبة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن شرطة الحدود ستبدأ هذه التجربة وتطلب من طالبي اللجوء تسليم هواتفهم الذكية لنقاط الأمن. وفي مصر نشر المصور جورج أديب صورا على صفحته في الفيسبوك لحفل زفاف ظهرت فيها العروس راكعة أمام العريس وهي تغسل رجليها على الكوشة معتبرها رمزا للحب. إلا أن أحد مستخدمي مواقع التواصل سأل لماذا لا يغسل العريس رجليها، وعلق مستخدم آخر أول مرة أشوف أن الحب يغسل الرجلين. هدد المغني الكندي الشهير جاستن بيبر جمهوره بأنه سيجعل حسابه على موقع إنستغرام خاصا وسيغلقه أمام جمهوره، وذلك بسبب التعليقات السلبية التي طالت صوره مع صديقته الجديدة صوفيا. أوفى مقدم برنامج ماتش أوف ذا داي غاري لينيكر بوعده أمام الجمهور وقدم أولى حلقات البرنامج في الموسم الجديد مكتفيا بارتداء الملابس الداخلية. لينيكر وهو لاعب سابق في المنتخب البريطاني وفي فريق ليستر سيتي كان تعهد إذا فاز فريق ليستر سيتي باللقب بأنه سيقدم أولى حلقات برنامجه في موسمه الجديد بملابسه الداخلية. Here we go again, new season, new titles, new managers, new signings, but apart from that, nothing much has really changed. 7 games on the way from the opening day of the Premier League. We've gone with 2 up front in the studio, Alan Shearer and Ian Wright have it all covered. Champions Leicester City began their title defence against a whole side seemingly in disarray.